وصف أردوغان بأنه نبي الله الثاني، وصف أردوغان بأنه نبي كما قلت تفلت من عصر الأنبياء والصحابة والخلفاء الراشدين، فلنستمع إلى هذه الصفات التي أسبغوها عليه. Dedi ki eğer son peygamber Hazreti Muhammed olmasaydı ondan sonra peygamber gelecek olsaydı o işte başbakanımızın aşığı başbakanımız bizim için adeta ikinci peygamber gelirdi. Başbakanımızın sünnetidir ya, başbakanımızın sünnetidir ya, başbakanımızın sünnetidir ya. Sayın Başbakanımız dokunmak bile inanın belki ibadet, ben bunu söyleyeyim. Sayın Başbakanımız dokunmak bile inanın belki ibadet, ben bunu söyleyeyim. دول خرفان أتراك زي الخرفان اللي موجودين في المنطقة، نفس النهج ونفس الطريقة ونفس الكلام، إنه هو قوة روحية بيعطينا طاقة، الأستاذ النبي الذي يتحدث بالصدق، الذي يتحدث بالوحي، الذي كل هذه الصفات أسبغوها على أردوغان. وكما نفهم جميعا ونعلم جميعا أن الدين أفيون الشعوب، إذا استطعت أن تسيطر على مجموعة من الناس حدثهم بالدين، وخاصة إذا كان هؤلاء ليس لديهم الثقافة ولا الفكر أنه يفكرون أو يتدبرون فيما تقول. الدين واضح، الدين ودين الله واضح ومتين، ودين الله أيضا لا يقبل هؤلاء الأوصياء. الدين ما فيهوش أوصياء، الدين ما فيهوش أي شيء من الوصايا. كلمة الخلافة لا مكان لها، والخلافة ولا زمنها.